عايزه اسالته على حضرتك، بالنسبه لزياره سيدنا الحسين زياره الارضين، هل يجزئني ان ازور يعني مقام سيدنا الحسين هنا في مصر، هل يجزئ ام لا؟ يعني ان اردت الزياره بكمالها على ما روي عن الائمه الاطهار عليهم السلام، فينبغي أن تشد الرحالة إلى كربلاء المقدسة لتزوره حيث استشهد صلوات الله عليه. نعم. ولكن هل إن لم يتسن لك ذلك فزيارته عليه السلام في كل محل يرمز إليه لها فضل، ومن ذلك مقامه صلوات الله عليه في القاهرة. نعم صلوات الله عليه. أنا أغبط هل من سبيل إلى ذلك أن أنا يعني أقدر بالمقام الذي يعني خاصة أنا مع يعني هل من سبيل إلى ذلك كسياحة مثلا ولا أطلع إزاي يعني؟ عفوا لم أنا نفسي أروح كربلاء يعني للزيارة، بس هل لو أنا زرت هنا في مصر المقام بتاعه مش الرأس بتاعته مدفونة هنا في مصر؟ هذا أمر غير ثابت عندنا، لأن فيه يعني أقوالا كثيرة تاريخية في هذا الشأن، ونلتزم نحن يعني كقاعدة أن المعصوم كريم عند الله عز وجل، فحتى لو طيف برأسه في البلاد فإن الله عز وجل ييسر عودة الرأس إلى الجسد. وفي ذلك روايات تاريخية أن رأس الحسين عليه السلام بعدما أخذ إلى الشام وأخذ إلى أكثر من بلد، منها عسقلان مثلا في فلسطين، وداروا بالرأس الشريف لإرهاب الناس، لأن بني أمية لعنة الله عليهم أرادوا أن يوصلوا هذه الرسالة للناس. نعم. أننا من يخرج علينا سنفعل به كما فعلنا بابن بنت رسول الله، يعني لم نراعي له حرمة، نرفع رأسه هكذا على القناة وندور به، ندور بها. نعم. فهنالك أقوال تاريخية أن الرأس قد جيء بها، الرأس الشريف جيء بها إلى القاهرة، وأنها في مرحلة ما دفنت هناك، وقول يقول بأنه بعد ذلك استخرجت وأعيدت من جديد، وهكذا يعني أقوال تاريخية كثيرة. الشيء الذي نلتزم به نحن كقاعدة أن من كرامة الله عز وجل، من كرامة المعصوم على الله عز وجل، أن تجتمع أجزاؤه في محل واحد. وفي ذلك روايات، منها أن الرأس الشريف للحسين عليه السلام قد أعيدت إلى كربلاء، رغم وجود روايات أخرى تقول أنها مدفونة عند أمير المؤمنين عليه السلام في النجف وغير ذلك. عموما إن لم يتسنى لك أن تتوجه إلى كربلاء للزيارة، وهذا أمر متيسر بالمناسبة، يعني تراجع السفارة العراقية، تأخذ فيزا للزيارة وتتوجه بشكل طبيعي، يعني كجموع كثير من الناس من كل الأرض يعني يذهبون إلى هناك. إن لم يتسنى ذلك فلك أن تتوجه إلى مقامه الشريف في القاهرة، ولك في ذلك الفضل والأجر إن شاء الله تعالى. وكما قلت إني أغبط أهل مصر بمقام الحسين صلوات الله عليه عندهم، ومقام السيدة زينب صلوات الله عليها.